التقى في أبوظبي الشيخ محمد بن زايد آل نهيان بالعاهل الأردني الملك عبد الله الثاني، حيث أكد الجانبان أهمية إدامة التنسيق والتشاور السياسي، وشدد الطرفان على أهمية تعزيز جهود العمل العربي المشترك لمواجهة التحديات والأخطار بما يعزز الأمن والاستقرار في المنطقة ويرسخ مفاهيم السلام والتسامح والتفاهم والعيش المشترك. كما أكد الجانبان أهمية التعاون والتنسيق الدولي في التصدي لأخطار التطرف والعنف ومحاربة التنظيمات والجماعات الإرهابية.